وسهلا بكم وشهر مبارك. طبعا شوفوا الإطلالة هذه الجميلة والحلوة وتشوفوا جمهور هنا وجمهور ورا الشاشة. هذا لأنه نحن فين؟ نحن في شهر رمضان، شهر الخير والأعمال الصالحة. بتقولوني فين الأعمال الصالحة بالموضوع؟ بقول لكم كيف. لما تمرمت بشخص مشهود عليه في الإجرام فهذا عمل صالح، ولما تحول إرهابي كل همه إرهاب الناس وتخديع الناس له وتتمسخر فيه فهذا عمل صالح، ولما تتمسخر وتتكلم عن تجاوز هنا أو شفط هنا أو تلميح هنا فهذا عمل صالح، ولما تكسر غرور وكبر عصابات إجرامية فهذا عمل صالح. لذلك أنا هنا معكم في رمضان ويا رب تقبل. تتصفد الشياطين حق القل للسنة الثانية على التوالي، وهي تصيح وتقول في كلنا نحن ما دمرناش مساجد ولا فجرنا بيوت ولا خطفنا الناس ولا جندنا جهالنا عشان يدخلوا للشوارع يقتلوا الناس. أنا من رأيي أشوف أن الشياطين تحولوا لجان شعبية ومجاهدين مع الحوثيين، وهات لك يا زوامل وجنان وكريض، خلوها على الله بس. واللي راكن انهم الشياطين مصفضين يراجع حسابه، واللي يحسب انهم بيصوموا دي السنة يروح يشوف الطلبية حق التونة والزبادي على شغل حريقة. كنا نشي يتصفض الحوثي على الأقل يقع لذولك الشعب المغلوب عليهم في رمضان عذان والحديدة والمكلة والمهرة قليل كهرباء وينسوا قليل مكيفات ويشربوا ماء بارد وينعموا بحياة كويسة. الحياة لهم ما هيش ملك أحد، لكن كل ذا بذمة الناطق الله لا رحمه ولا وسع على قبره. كنا عايشين حياة عورة زاد عماها. يتصفض الحوثي بس وما نشوف البترول والغاز والديزل والكهرباء كلها موجودة، بدل الطوابير والسوق السوداء وعلاق فوق المحطات. يتصفض الحوثي بس والناس بترجع تطلب الله على أولاده وعلى أسره، قد البلاد ميتة وهات لك يا زوامل ونخيط وشخاط وقراح. صلوا على النبي، قد البلاد ميتة وحالته حالة، وبعدين ما عاد فيش من حق عبد العظيم، حاورني حاورك. يتصفض الحوثي بس وانتوا بتناموا مليان عيونكم وبتاكلوا وبتشربوا وبتطعموا حياة سواء وبتطعموا العود القات كمان، لا قراح فوقكم بالطوائر ولا زوامل تجزع من جنبكم ولا شاصة تقحط من جنبكم ولا كمان قراح أوالي جنب البيت. أمانة يتصفض الحوثي بس حتى الدولار بينزل بيقول هوبا لا تحت، بدل ما هو فوق 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 يجاهد مع ربي جهادي لا قيوب المسيرة القرآنية. قد الدولار هقله وهربله من البلاد بسبب المجهود الحربي وحنشان الضمى، لطشوها وسرقوها ولعبوا بالفلوس لعب واشتروا السيارات والعمارات وبنوا البيوت. كل هذا من مال المسكين الشعب اللي لا غاز ولا بترول ولا ديزل ولا كهرباء ولا معه أبسط مقومات الحياة حتى من الأدوية والمستشفيات. وعندكم هذا محمد العماد عمارة 8 أدوار، عرفت أنه اللي بناها أيام الحرب وقلبه قاب على طول رصاها، ذا الحين معه سيارة رانج روفر سبورت 2016 آخر موديل وبكام؟ أسأل أسامة الساري. هيا أش ولا أنا. يتصفض الحوثي بس وبتفتتح المطارات وبيرجع الطلاب والمغتربين وكل الناس للوطن، وبتفتتح السفارات وبتنقص اسعار التذاكر وبنفتح الموانئ وبنصدر وبنورد كل شيء يحتاجه منه الناس. يعني من الاخير بتشوفوا دولة لكل الشعب، مش مع ابو زعطان ولا ابو فلتان. طاحت فلوسك يا ابو العيال، حتى المؤسسات بتعود بكوادره. يعني لا سمح الله لو زاد الديزل ولا البترول 100 ريال، قلنا لا سمح الله بنخرج للشوارع وبنحرق التوائر، بنعمل اللي بنفوسنا، احنا بنسوب لسمع وبنسوب الباسندوة ولا حد يقول احنا حاجة، وآمنين على نفوسنا وعلى حقنا بالتعبير، لا من يفقر البيوت ولا من يخوننا. احنا دولة أم الشعب كله، مش على الميليشيا
ليلي وانت مع من يوم ما خلق الحوثي من صعدة واليمن ما استقر لحال شيطان الجين اللي قده شيطان ومعترف ومقرر انه شيطان اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان يقول من هنا يفحض اما شياطين القاوقات عاد هم بيدعوا انهم وكلاء الله وصلوات ربي صلوات بين اليمن وبين الهدوء والاستقرار وإعادة الإعمار إنه الحوثي يتصفق وأش ولا نقص إيش؟ والمخلوع المخلوع قد صفض الحوثي وخلاه هنا باليمين عكفي أمان أنه مربطه شبر زانت أحبس من على ما شفنا هذا الوجه وهذه البومة وهذا البؤس وهذا الشؤم يا السيول والأعاصير والزلازل فوق نحن والضفادع والأمراض والتعب استغفر الله يا رب استغفر الله يعني قد الحوثي من نفسه عذاب كافي ووافي وكامل الدسم ولأن الحوثي وشياطينه ما تصفدوش إلى الآن والشعب ساكت فلا تقول لي ولا أقول لك بترجع اليمن كما العراق وخذكم تشوفوا وكلهم من مدرسة الشيطان الأكبر والأخطر خامني لا تصدقوش الهضربة ضد اليهود والأمريكا يد من طين ويد من عجين دحين بعد كل هذا اللي شفتنه وسمعتنه بالله بالله من أحق أنه يتصفد ويمتسك الشياطين ولا الحوثيين نشوف رأي الشارع معروف انه في رمضان تتصفد الشياطين صح؟ نعم تتصفد الشياطين اكيد نعم تتصفد الشياطين ايوه نعم 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 ايوه من شياطين الانس في اليمن تتمنى يتصفد؟ من شياطين الانس في اليمن هذا الحوثي ومن ناصره من المخلوع واعوانهم والله في شيطانين هان نبغناهم في اليمن صراحه من؟ الحوثي وعفاش هذا على عبد الله صالح صراحة يعني ناوي لهم يعني أكيد والله جم شياطين يعني خبطوا البلاد عاصدين أبوها عصيد منهم خلاص اللي في بالي في بالي دين أبغوا بيدرون اللي يشوفون لا أبغوناهم يدرون شياطين مليانين في اليمين واحد عبد الله صالح علي صالح هذا المفروض يصفدون المخلوع هذا يصفدونه الثاني كده دور ايوه وعبد الملك مع الحوثي الحوثي وعلى عبد الله صالح الحوثي كل السياسيين وكل المخربين في البلد نبغى كل السياسيين ملك وش السياسيين يعني عندنا شياطين كثيره وانت تعرفها يعني فزعان لا ما انا فزعان يعني صراحه يعني زي تقول علي عبد الله صالح جماعه الفتيين يا لا ما انا في الكرسي بدي اجلس على الشياطين هذا هو الشيطان الكبير يعني حقه علي علي من علي عبد الله صالح والحوثي العفاشي يا مكان ايوه والحوثي والتنظيم القاعدة أيوه. هذا يعني من الشياطين هذا ليه اخترته انه يكون من الشياطين اللي تصفق يعني لانه له مسبقات في الوطن وله بصمات خراب كثيره في الوطن لانهم جروا اليمن الى ما ترى الان يعني الى الويلات والحروب والتشريد وغيرها من ساهموا في اللعب بالبلاد والعباد وزجها الى مستنقعات يعني لا يحمد عقباه يعني الناس في حالة يرثى لها نسأل الله العافية دمروا اليمن وين اليمن؟ كنا نتمنى بأمن نتمنى بالسعادة نتمنى بالخير نتمنى بكل شيء لكن ندمروا اليمن يعني الشياطين يعني يقتلون الناس بريه يخربون البلاد يعني يسوون أشياء كثيرة تعصي الله ليه كلكم عليه؟ ليه كلكم عليه؟ إيه سواكم؟ كل سبب مشاكل أصلا لأن كل الشر سووا لنهم الحروب البهذه اللي نحن فيها طفي الكهرباء بس قالوا لنا مساكين يا اخي هم سكاكين ليس مساكين سبحان شكلك عليهم ايش خاف الله اي الحمد لله كنا اطفالنا مستقبل نحن مستقبل نفكر في انفسنا لان كل شر ياتي منهم هم الاثنين هذول هذا اللي هم اساس البلاء في اليمن قالوا مساكين يا اخي من هم؟ بالله عليك لا والله ما هم مساكين ما هم مساكين لانه هو سبب الازمه عندنا لو كان تنحى عن السلطه وسلم البلاد وامور يوم سبب الأزمة أيوة بعدين كلين تبعوا بحسب يلا مشكور شفتوا كيف إجماع هذا رأيي وأكيد هذا رأي الأغلبية منكم عموما يا الأغلبية منكم وأنتوا اللي موجودين بنشتاق لكم كثير بكرة على شاشة قناة بلقيس وصلنا إلى نهاية الحلقة وأش
ولا نقص. السلام عليكم.